في شهر رمضان الكريم وبالك تكون فرصه للمدخنين باش يقلعوا على التدخين في هذا الشهر. تشوف انت تقدر تحبس انت ولا لا؟ ما شكيتش يا اخو، واش نقول لك ما شكيتش. بور مو انا نتكيف في لي جور واحد اخرين، نتكيف باكي في النهار هكذا، يلحق رمضان نتكيف زوج خو باكي ديرك على الفطور، نبدا بواحد وعندك مول الفطور، عندك باكي وزيد في السحور خو تسمى تبريباري. دخان هذا اللي يحب يحبسوه لونغور دلاني العام طول، كيستيون فولونتي برك، كيستيون فولونتي. الانسان يحب يحبس يعرف بلي الدخان مضر بالصحه ويهلك الناس يتموت به، ولو طو دو مورتاليتي تاع الدخان راه تروزيلفي في لو موند اونتي ماشي غير في لاجيري. دونك لي كيسيون دو فولونتي تحبس الدخان هذا ما كان. لازم لونتوراج كاع تاعك يعاونك، كي الزوجه كي الاولاد كي الام كي صحابك كي حومتك، لازم كاع يعاونك باش تحبس الدخان. صح وحدك هكذا امبوسيبل. كاش منك كون طرا ديزك في رمضان عبالك بلي مع السخانه والجورني راهو طويل، تولي تستنى انت غير باش تتكيف تلحق. رانا نشوفوا احنا لي زاجيريا احنا كاين مع الطبله ديريكت تي ديماري بالدخان خو، يكسر صيامو بالدخان، ما تقول لي فيها والو. هذه باش نقولها لك، الا راه داير في حسابه يحبس الدخان في رمضان امبوسيبل خو. هذا هو غير يدن يتكيف كارو ديريكت ما هي نورمالمون. انت واش راك تحكي نورمالمون؟ صح سي لوكازيون في كلش، في الصالات في كلش، مي هادو يفهموا لو كونترير ما يقدرش، باسكو هو غير يدن يتكيف ان كارو ديريكت. انا شفتهم كاين ناس مدخنين عندهم دوكا 16 سنه 17 سنه بلي بطلوا، كانت عندهم اراده ماشي سهله، بصح بالاراده تجيب كلش ان شاء الله. ونعطي لهم نصيحه، في جا شهر سيدنا رمضان ما في السهره ما يتكيفش لا يقدر. لا لا دوكا انا وكان شغل ما نقدرش كش نفهمك يا لا بريسيون مع الصباح وثاني في الليل الفوت كيف يا مور الماكله كذا من الفوت كيف. شحال كنت كيف انت في الفطار؟ كنت كيف باك بصح دوكا ماشي انت كيف باك خمس كوارا ستة مول الفطور سوا سوا ولا مول الفطور سوا سوا على ما يأذن الفطار كذا من نوم بداتي. كاين واحد 30% هكذاك يقدروا و 70% والله ما يقدروا، انا واحد من 70% هذا امبوسيبل. كيف بزاف انت شحال كنت كيف في الفطار؟ في الفطار قلت باكيات. في رمضان؟ في رمضان باكي. طيب فكيف السهرة؟ فكيف السهرة يموت. هو التدخين أخي لازم تكون إرادة، والإرادة ماشي غير في شهر رمضان، لكن شهر رمضان فرصة. بصح المدخن شوية مور الإفطار يحس بلا يدخن بالك أكثر. نقدر نحبسو غير مع الصباح كي نكون صايم، مي في الليل ما نقدرش نحبسو. هذه عادة ماشي غير سيئة، هذه ماشي أخلاقية كاع. إنسان غير يأذن الشيخ قارو قهوة ما كاش منها كاع، على وصايم سن يصوم يروح يصلي يفطر ياكل لقمه كما قال واحد. حاجه الاولى لازم تخاف، تخاف. حنا الشعب تاعنا ما يخافش. كاين ناس نهضرت معاهم تهضر معاه يقول لك الموت بالدخان معليش. كاين ناس تخاف من ربي وتخاف من الموت، تخاف من كذا، يخاف من المرض كيروح. وننصح الناس يروحوا ليزوبيتو يشوفوا صحاب الدخان. سي لوكازيون في رمضان باش يولي ماشي كيف الدخان يحكم فيه، واش يتحكم في الدخان. باسكو يقول لك الدخان ما نقدرش نحبسو هنايا باسكو الدخان حاكم فيا، ماشي حاكم فيا. كي يدخل السبيطار يترمى في السبيطار من بعد كي باش يتكيف. كاين عباد يحبسوه كيما انا راح نحبسوه، انا دواء عامي الاخراني تاع الدخان ما زيدش ماشي شهر الاخر. لا لا العام انت دواء العام تاعي الاخراني راح نزيد نتكيف فيه، متى يخلص هذا رمضان خلاص الدخان. ما كاش الاراده في لي جور واحد اخرين الخو، الاراده ماشي غير في رمضان، الاراده في لي جور واحد اخرين. ما تستناش انت حتى يجي رمضان، رمضان امبوسيبل. انا سيت نحبسوه على بالك، انا قعدت نحبسو بالك حبستو شهر الحق رمضان عاود توليت لي اخو. ديبون ما غير تحير تكون نقول لك تحير فيا في النهار ما نكيفش، نكيف في الليل. في النهار كاع ما ندورش به نعيف الدخان، انا في الليل نكيف، في الليل نكيف ثلاثه اربعه ما نزيدش. وفي رمضان هيدا في رمضان؟ في رمضان ما نعيفو ما نقدرش نكيفو. صافي تقدر تحبس الدخان تاع هيدا سيرتو في رمضان، ديك فرصه تحبسو وتريح خلاص ما تزيدش تكيف. ما جي بونس با ما شكيش. ولا ماك جايلها في راسك؟ ماشي ما تقدرش. انا كاين دي جون اللي يحبسوه ديسونطراسيون عند ولالو صح، ماشي صح. كاين ناس في رمضان تزيد يكون يتكيف باكي يتكيف باكي ونص. في رمضان انا شفت ناس يزيدوا في الدخان يزيدوا يتجاهلوا. اطاب كي يكمل الفطور اطاب يتكيف ربع كواره خمس كواره مازال ما خرجش لبرا. دوك لازم فطور لازم له قهوه وقارو، ما كاش هضره هذه ما فيهاش نقاش. طيب ما تقدرش تحبسوا هكذا في رمضان باش تكون الفرصه ليك باش تقدر تحبسوا. بالك ان شاء الله كي يحبسوا بالك يبطلوا ما يبيعوش تماك نحبسوه ما كاش مشكل. كي عندي باكي مقبل مول الفطور وباكي نخليه بريباريه للسحور، نخرج البالكون نبدا قارو مول قارو يا
تاع رمضان فرصه باش الانسان يحبس التدخين تاعو نورمالمون. واه نهار كامل هو صايم العشيه كي يفطر ما يروحش يشوف كاع في الدخان هذايا، يشوف العباده نورمالمون ويشوف الناس لما تكيفوا اسكو زاد فيهم ولا نقص فيهم، هكذا نعرف انايا. باسكو الدخان هذا ما راح يزيد ما ينقص، يتكيف فرمي تكيف يخسر غير صحته ودراهمه. هذوك قولوا برك هكذا اخو، حتى ويلا حبسوا زعما يدير لا فولونتي يحبسوا السمانه الاولى ما كيعاود يديماري، ديجا كيعاود غير من الروطار الا كان يتكيف شو الا كان يتكيف باكي، الا حبسوا دير في بالك بلا حي ديماري بزوج باكيات خو ما تفراش. الانسان يكون عنده اراده يحبسوا مهما يكون ظروف يحبسوا ويخبي دراهمه في جيبه خير. ورمضان راه فرصه له. هذا فرصه عنده والله فرصه تاع ما تعودش كامل تعودش كامل. ما شاء الله الانسان يهديهم ان شاء الله. ان الكرام كان هذا موضوعنا للنهار اليوم، لاقتراحاتكم عليكم غير تراسلونا على البريد الالكتروني الظاهر اسفل الشاشه. انا ما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم وصحه سحوركم ونتلاقاو غدوه ان شاء الله في موضوع جديد.